اهلا بحضراتكم مره تانية، فقرتنا التانية في المحترف. معانا ضيف على المستوى الشخصي وعلى المستوى المهني انا بكون سعيد جدا ان بيكون موجود معانا، وحضراتكم اكيد بتسعدوا برؤيته وتحليله الفني الرائع للكره العالميه. معانا ومع حضراتكم النهارده طبعا محلل الكره العالميه احمد مجدي. ابو حميد مساء الفل عليك. مساء الفل يا كابتن، سعيد جدا ان انا بظهر مع حضرتك تاني. وحشني والله. الله اكتر والله يا كابتن، حضرتك وحشني جدا جدا يعني. منورنا. والاستوديو مع حضرتك مختلف خالص، الله يكرم حضرتك. النهارده عندنا كلام كتير جدا عن الكره العالميه، لكن كالعاده خلينا نتكلم. وبمناسبه طبعا حضراتكم عارفين ان طبعا بطوله افريقيا للشباب المؤهله لكاس العالم اللي بتقام في مصر ان شاء الله، يكون كل التوفيق لمنتخبنا الحقيقه اللي كان في اول مباراه في هذه البطوله امام منتخب موزمبيق، والحقيقه يمكن ما ظهرش بالشكل الجيد على مستوى الاداء وعلى مستوى النتيجه، ولكن خلينا دايما في ظهر منتخبنا، خلينا دايما في ظهر اولادنا. الولاد صغيرين لسه ما عندهمش بعض الخبرات، وصدقوني محتاجين هذا الدعم الكبير جدا. عندنا ماتشين صعبين جدا مع منتخب نيجيريا ومنتخب السنغال، اتفرجنا على المنتخبين، منتخبين جيدين على المستوى الجيد، ولكن لسه عندنا الفرص قائمة، والمطلوب الحقيقة كل الدعم، المطلوب من الجماهير التواجد كمان في استاد القاهرة. الحقيقة لازم الصورة دي تتنقل وبسرعة جدا، ان احنا يكون عندنا دعم كامل للاعبتنا وجهازنا الفني، لان البطولة على ارضنا، وان شاء الله لسه المشوار طويل. المشوار اتصعب شوية، ولكن ان شاء الله قادرين للوصول لابعد نقطة.